طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم في قصر مؤتمرات المرابطون. نعيش يوما حافل في أمور الحزن بصفة عامة، وشهدنا تعيين لجنة اشتغلت على المؤتمر، وكذلك البيان السياسي والنظام الأساسي للحزب الذي شهد تعديلات، كانت محل ترحيب للمؤتمرين، ونترقب من حين لآخر تعيين أو على صح تعيين مكتب الرئيس ونوابه والمؤتمر الوطني. إذن خلال هذا اليوم سيتم بإذن الله تعيين المجلس الوطني والرئيس ونوابه، والجو جو انسجام وحزبية، وكل المؤتمرين أعلنوا عن مرجعيتهم الوحيدة في سيد الرئيس محمد القزواني، وكذلك دعمهم لبرنامجه وتمسكهم بالحزب وانسجامهم داخله.